إبراهيم، الإخوة الزملاء، محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة قد تناولنا بالبحث دعوى صحة التوقيع وأثرها القانوني، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن الحيازة وحمايتها أثرها. موضوع كبير وموضوع واسع ومطاط وفضفاض ومحتاج دراسة بفنيات عالية ودراسة متأنية، ولذلك سنقصر له عدة حلقات في تفاصيله اليوم. وكذلك وكي نربط بين هذه المنازعة أو موضوع الحيازة وبين الدعاوى الأخرى من دعاوى الحق مثل الفرز وتجنيب والتثبيت الملكية وغيره، النهاردة هنتحدث ببعض من التفصيل عن الحيازة، وهي في مفهومها بداية السيطرة التامة على الحق المراد كسب حيازته حسب حالته، سواء كان أرض فضة أو أرض زراعية أو عقار مبني أو منقول، سواء كان مالك له الشخص اللي راغب الحيازة أو لا. ومن هنا في النقطة دي أنا بقول إن هناك فرق ما بين الملكية وما بين الحيازة ووضع اليد، وسنحدد حلقة قادمة إن شاء الله بالتخصيص لهذا الموضوع، كما أن هناك فرق أيضا وننوع عنه خطير ومهم جدا في نظر دعاوى الحيازة أمام المحكمة، وقد يقع فيه وفي أخطائه بعض من المحامين، وهو الفرق ما بين دعاوى الحق ودعاوى الحيازة، حيث لا يجوز الجمع بينهما تحت أي حال من الأحوال. كمان أقول أن دعاوى الحيازة بتزيل بالصيغة التنفيذية بخلاف دعوى صحة التوقيع اللي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، وسنتحدث عن ذلك في حلقة قادمة. وهناك فرق أيضا ما بين الحيازة القانونية والحيازة المادية، يبقى لابد من السيطرة التامة على الشيء أو الحق المراد كسب حيازته، سواء كان أرض فضاء أو أرض زراعية أو عقار مبني أو منقول، على أن تكون هذه السيطرة تامة وفعلية لمدة حددها القانون بسنة كاملة. هذا العام أو السنة الكاملة هي مدة يكتسب فيها الحائز الحيازة، يكتسب فيها الحيازة التي يطلب حمايتها بعد ذلك، وهي نفس مدة سقوط الحيازة بالنسبة لمن سلبت منه الحيازة. فالحيازة لابد أن تتصف بثلاث أوصاف هامة جدا، هي الهدوء، الاستمرار، الاستقرار. فلابد أن تكون سيطرة على الحق أو العين محل الحيازة سيطرة تامة مدة سنة كاملة بلا نزاع أو منازعة من أحد، بدون نزاع أو منازعة، يعني تتصف بالهدوء وبلا انقطاع مدة سنة كاملة زي ما القانون قال، أي تتصف بالاستمرار، وأن تكون السيطرة على العين لسلب أو لأخذ الحيازة أو كسب الحيازة لابد أن تكون سيطرة مستقرة، لكي سيطرة تامة على العقار وبدون خروج من العقار، يعني سيطرة مستقرة ومستمرة. يبقى هنا أوصاف ثلاثة للحيازة: الهدوء، الاستمرار، الاستقرار، يعني تبقى هادي ما فيهاش حد بينزعك فيها، الاستمرار يعني فيش تقطع في مدد الحيازة، والاستقرار انت ثابت وموجود في العين الحائز، ودي قد يتصف فيها المالك الحائز هذه الحالة الأخيرة، وسنوضحها لاحقا ان شاء الله في حلقة قادمة عندما نتناول دعوى الحيازة. ولكن عايز اقول ان في مبدأ لابد من توفره في كل شيء، وهو الأصل في المعاملات تحت أي ظروف، وهو حسن النية. لابد من توافر حسن النية لدى الحائز طوال مدة كسب الحيازة اللي هي السنة الكاملة، صفة متلازمة وملازمة للحائز لابد من توافر.
حسن النية، يعني يقعد سنة كاملة حيز للعين اللي بيسيطر عليها لكسب حيازتها سنة كاملة بلا انقطاع وفي هدوء وحيازة مستمرة وبحسن النية، قط تحت خط احمر كده حسن النية. كمان ان الحائز اللي بيحوز العين ده ممكن يحوزها بصفته الشخصية ولنفسه، وممكن يكون حائز بالواسطة او بالوساطة. ازاي؟ حسب المادة 951 من القانون المدني ان ممكن يباشر الحيازة لحساب غيره باسم الحائز الاصلي، ويكون على علم واتصال بالوسيط ويلتزم بأوامر الحائز الأصلي كأنه هو شغال عنده، تابع له أو غفير لديه أو عامل شغال عنده أو إداري شغال عنده. يبقى لابد أن يكون من التابعين عشان تحمل المسؤولية ما بين الحائز الأساسي وما بين الوسيط. وفي حالة الشك في موضوع الحيازة، المفروض القاعدة الأساسية إن الحائز بيحوز لنفسه، انما واذا كان بيحوز بالوسط او بحساب غيره يبقى بيكمل المده طالما توافر اللي خدنا تحتيه خط احمر لسه بقول حسن النيه، يكمل مده الحيازه. لا طب الحيازه تنتقل من شخص لشخص ازاي؟ الحيازه بتنتقل من شخص للاخر بطرق كتير، يا اما بالطريق الودي بتسليمها بدائه وديا وبمحض اختياره، او إذا كان هناك تسليم مادي لموضوع الحيازة، ولم حتى لو لم يكن هناك تسليم مادي. ومن الجائز كمان أن انتقال الحيازة يكون دون تسليم، دون تسليم مادي، يعني أنا حائز وموجود في العين ونقلت حيازتها على الورق وما سلمتهالوش لسه، في حالة استمرار الحائز الأصلي، يعني القانون بيقول كده، في حالة استمرار الحائز الأصلي وجوده في العين وحائز العين يبقى ما سلمهاش لسه للخلف بتاعه، ما سلمهاش لسه في وضع اليد محل الحيازة، يبقى بيحوز العين ومستمر في حيازها في حيازتها لمن سيخلفه بعد منه، بيكمل مدة الحيازة، أو أن يستمر الخلف وفي وضع عينه وضع العين على الحيازة أو وضع اليد على العين محل الحيازة ومسيطر عليها لحساب نفسه. دي نقط كلها شائكة ومحددة في الحيازة، هنحددها بعد كده جزئية جزئية، لأن كل جزء في الحيازة بيكون له منازعات ودعاوى خاصة به لتلافيها ولتخطي مشكلة الحيازة الواردة فيها. كمان في نقطة مهمة جدا في انتقال موضوع الحيازة، اللي هي انتقالها من السلف إلى الخلف، انتقالها من السلف إلى الخلف العام أو إلى الخلف الخاص. يعني ايه الخلف العام ويعني ايه الخلف الخاص؟ الخلف العام بطبيعة الحال من اللفظ بتاعها كده اللي هم التابعين له ورثته، إذا ولكن تشترط في حالة وفاته اللي هم الورثة اللي بيخلفوه في تركته بعد وفاته، هم دول الخلف العام. الخلف الخاص بقى هو اللي ايه؟ اللي بقى مخصص بعين معينة في عقد بيع او في عقد هبة بعين معينة بنقل لها الحيازة، ده الخلف الخاص اللي هو ايه؟ بيبقى متحدد بتحديد معين لنقل عين معينة، ده الخلف الخاص. يبقى كده وضحنا ما بين الفرق بين الخلف العام والخلف الخاص، لانها برضو جزئية شائكة. ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة السلف في كل ما ترتبه في القانون من آثار، يعني أنا خدت العين من السلف بتاعي ووضع يده 8 أشهر وفضل 4 أشهر لاكتساب مدة الحيازة، يبقى أنا من حقي أضم مدة وضع يد السلف بتاعي إلى مدة وضع يدي عشان أكمل السنة بتاعتي لاكتساب الحيازة. ده بالنسبة للخلف في الحيازة وضم وحق الحائز في ضم مدة السلف إلى مدة حيازته للعين. وزي ما قلنا قبل كده إن في الخلف العام هو بتجوز، ولكن بتبقى ما بين ورثة السلف
اللي هم اللي خدوا تركته بما عليها من ديون وبما عليها من مشكلات، وقد يكون منها عقد بيع او محل قد تصرف فيه السلف حال وجوده وهم مقرين به، فبيسلموا حيازته للخلف الخاص من الخلف العام بمحض ارادتهم تنفيذا للتصرف الذي قام به السلف. كذلك في موضوع الحيازة هناك فرق شاسع ما بين زوال الحيازة وانقضاء الحيازة. زوال الحيازة انا بسيبها، كنت واضع يدي على حتة ارض او على بيت وزهقت وقرفت منه قمت سايبه وماشي، ما بقاليش حيازة عليه، سواء كنت بحوز العين لنفسي او لمصلحتي الشخصية او عن غيري، سبتها ومشيت بمزاجي بمحض اختيار مش عايزها ومشيت. ده يختلف طبعا عن انقضاء الحيازة اللي هي دي اشكالية القانون، لان الحيازة لا تنقضي اذا كان يحول ما بين الحائز وما بين الشيء اللي بيسيطر عليه حائل معين او مشكلة قانونية او تعرض او اشكالية حدثت لتقطع حيازته على العين. هو ده الانقضاء بالحيازة اللي بنتكلم عليه، اللي هو ايه؟ ان يحدث ما يعكر صفو الحيازة لقطع مدة السنة اللي اشترطها القانون لكسب الحيازة بالنسبة للحائز، اللي هي نفسها مدة فقد الحيازة بالنسبة للمسلوب منه الحيازة. يبقى هي سنة، محيط دعوى الحيازة كلها سنة لكسب الحيازة ولفقد الحيازة، وأيضا لرفع العوارض اللي جات على الحيازة هي مدة السنة برضو. طب ليه؟ لأن هي مدة السنة اللي بيكسب بيها المتعرض في الحيازة هي ذات المدة اللي بيكسب بيها الحائز، وهي ذات المدة اللي من حقك تسترد بيها او ترفع العرض اللي ورد على الحيازة هي مدة السنة، عشان ما تدوش فرصة يكمل السنة ويكسب حيازة او يكون حائز للعين. يبقى موضوع المدة مهم جدا. ليه؟ عشان انا لما باجي ارفع الدعوة برفع دعوة خلال السنة، انا باكد تاني خلال السنة التالية لسلب الحيازة، ما بستناش اما السنة تكمل، لان لو سنة كملت يبقى الوضع يده او سيطر على الحيازة مدة سنة اكتسب حيازة عليها بمدة السنة زي ما القانون بيقول. يبقى لازم يكون كل اجرائي خلال السنة، بعيد تاني، خلال السنة، ما استناش انها تنقضي السنة. ولكن طب وفيها ايه لما يحصل منازعة وابتدي اتحرك قانونا من اليوم التالي واستنى شهر ولا اسبوع ولا سنة ليه؟ طالما انا صاحب حق وحائز العين وسلبت مني بالقوة او سلبت مني باجراء غير صحيح واجراء غير قانوني، اتحرك بسرعة واتخذ الاجراء. ولكن اللي بنقوله حددوا القانون اداني فرصة سنة كاملة للي مسافر وجاي لقى العين بتاعته وحد سيطر عليها وبلطج عليها يقدر يتخذ اجراءه في خلال السنه، طالما لم يمر سنه كامله اللي هي مده كسب الحيازه لمغتصب الحيازه. الحاجه التصور اللي انا بحكيه ده طبعا حصل في عموم جمهوريه مصر العربيه من سنه 2011 في فتره الانفلات الامني، لما البلطجية شاعوا في البلد وبقى كل حتة أرض فاضية أو كل بيت صاحبه مسافر أو كل بيت مش موجود أهله فيه أو الكلام ده، يوضعوا يدهم عليه بالبلطجة ويسيطروا عليه بالبلطجة. وما زال هناك آلاف الدعاوى في المحاكم إلى الآن من 2011 تنظر في هذا الشأن، وطبعا فرصة البلطجي أو الواضع يده أنه يتلاعب ويستغل الإجراءات القانونية ويستغل العطلات القانونية زي الفترة بتاع كورونا اللي احنا كل المحاكم واقفة فيها دي، عشان يقدر يلعب بالوقت على الخصم او على صاحب الحق لحد ما يزهق ويسيبوله او يبيعوله بنص ثمنه او اي حاجة يقول اطول اللي اطوله منه.
دي الفلطجة اللي تمت في 2011 وتم فيها السيطرة على أملاك الناس ووضع يد وحيازة بالقوة. ولكن رجعنا للنقطة اللي حطينا تحتها خط أحمر في أول الحلقة، حسن النية. البلطجي لا تتوفر لديه حسن النية لو قعد مليون سنة حائز العين، لأن أكيد كل ده القانون عمل حسابه على الظروف دي كلها، لأن الحيازة قد تتعرض بدورها لبعض التصرفات من الغير تؤثر على الحيازة، وللحائز طريق رسمه القانون لحماية الحيازة. وصور التعرض والمقابل له لحماية الحيازة ثلاثة في القانون: الاسترداد ومنع التعرض ووقف الأعمال. إزاي؟ وكل هذه الدعاوى شرطها الأساسي تدور في فلك سنة، سواء الاسترداد أو منع التعرض أو وقف الأعمال، كل الأحوال الحيازة تدور في فلك السنة. ما تخليش مدة سنة تعدي على انك انت تواجه حماية حيازتك، سواء باسترداد الحيازة من الشخص المغتصب او اللي بيحاول سلب الحيازة منك. لازم يكون في خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لهذا السلب او محاولة سلب الحيازة، ولا تدع العام او السنة تمر كاملة حتى لا يكسب حيازة عليها المتعرض أو المتعدي. وإذا كان هذا الحق للحائز الأصيل، فيجوز ويحق أيضا للحائز بالإنابة عن الحائز الأصيل ممارسة هذا الحق. ولذلك احنا عندنا قد يحدث خلاف في الحيازة اسمه الحيازة بالتفضيل. حيازة بالتفضيل هو ان يكون اتنين بيختلفوا على الحيازة وما فيش في يد منه، يعني واحد في يده سند واحد ما فيش في يده سند للحيازة. طبعا اللي هيفضل اللي في يده سند. طب نفرض ان الاتنين ما معهمش سند للحيازة، وده وارد كتير، وفي الظروف اللي انا حكيتها دي هيبقى الاسبق في التاريخ هو اللي هيكون من حقه انه يطالب بحماية الحيازة. أما إذا سلبت الحيازة عنوة أو قوة، فمن حق الحائز الأصلي أن يستردها زي ما قلت في خلال العام التالي لسلب الحيازة منه بدعوة للسرداد، وسنتحدث عنها في حلقة قادمة بإذن الله تفصيلا، لأنها دعوة هامة جدا وخطيرة في حماية الحيازة والدفاع عنها. طب نفرض، وده الفرض الثاني من دعوى الحيازة، ان حصل تعرض، انا حائز العين وبكسب الحيازة اكثر من سنة وفوجئت بتعرض بيحصل ليها في الحيازة من اشخاص او شخص معين وعايز احمي حيازتي. اولا المفروض ان انا بثبت حالة بالواقعة دي في الشرطة وبحرر محضر ضد المتعدي واتخذ الاجراءات التحضيرية لرفع دعوى منع التعرض. انا ما سبتش العين، انا لسه واضع يد عليه وحايز العين، ولكن بيتعرض لي جسيم من الناس، بثبت وجودي واثبت التعرض وبقيم ضده دعوى منع التعرض، وبرضه لابد ان يكون من اليوم التالي للتعرض في مدة سنة، في خلال السنة ما تعديش السنة عشان ما تدهوش مدة كسب حيازة. خد تحتها خط احمر السنة، عشان كده بقول الحيازة وكل دعاواها واجراءاتها تدور في فلك السنة لكسب الحيازة او فقد الحيازة او استردادها او منع التعرض. كل ده لابد في خلال السنة، ما تنقضيش السنة. ده احنا عندنا، طب ما احنا عندنا فترة 2011 والبلطجة والقصة دي، وفي ناس كانت بتعمل ايه كتير؟ تقوم رايحة وضع ده على حتة ارض فاضية بتاع ناس مش موجودين او مسافرين وتبني عليها بيت وتقعد فيه، وهم فاهمين ان هم بنوا بيت في ارض مش ملكهم وحازوها، ان هم خدوه كسبوه كده بوضع اليد بالبلطجة.
وهنا دخلنا في الجزئية الشائكة اللي محتاجين دراسة وبحث الحلقة لوحدها فيها، هي وقف الأعمال.